لا مساسة، لا مساسة بنظام الدعم الحالي، لا مساسة لنظام الدعم الحالي، بل على العكس، ان الزيادة، انتوا طبعا سامعين ان في زيادة ملحوظة في اسعار السلع الغذائية على السوق العالمي، واحنا مستوردين للسلع الغذائية، فسوف تتحمل المالية الفرق ولن يعني ترحل هذا الفرق الى المستهلكين. الصادرات في شهر يناير وصلت 7.7 مليار، وكانت قبل كده 8.2 مليار جنيه مصري، يعني انخفاض 6%. الانخفاض ده لما حاولنا نشوف الانخفاض سببه ايه، طلع الانخفاض سببه من يوم 26 حصل برضو عشان حظر التجوال وعملية النقل. لكن اللي انا بطمنكم فيه ان السلع كلها متوفرة في جميع في المجمعات السياحية، في البقالة، في كل المتاجر حتى تاريخه. فأنا بطمن الجميع أن وزارة التضامن الاجتماعي والتعاون مع كل الوزارات المعنية هناك تأمين حقيقي لكافة السلع الأساسية وكذلك للخبز والبوتاجاز واستمرار. احنا مستمرين في صرف معاش الضمان الاجتماعي، يمكن عشان كنا في مصرف يدوي والمبالغ قليلة لم تحتاج التأمينات الجامدة أو التأثير بالبنوك، ومستمرين في الصرف في كافة مناطق الجمهورية.